مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. حارس المنتخب الوطني المغربي ياسين بونو يكشف عن تفاصيل رفضه الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ الألماني. الاتحاد الدولي لكرة القدم الكاف يعلن رسميا عن موعد الإعلان عن مستضيف كان 2025 و2027. نجم الدوري الفرنسي يوجه صدمة قوية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم ويختار تمثيل المنتخب الوطني المغربي لهذا السبب. مدرب نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي يصدم مدافع المنتخب الوطني المغربي نايف أكراد بهذا القرار بسبب المستوى الضعيف الذي ظهر به مع الفريق. عقوبات كبيرة تنتظر نادي الرجاء الرياضي بعد التقرير الذي قدمه الحكم رضوان جيد. كشف الموقع الإسباني عن تفاصيل رفض الحارس الدولي المغربي ياسين بونو الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الشتوية. وكشف الموقع الإسباني أن بايرن ميونخ ربط قنوات الاتصال مع بونو للانضمام إلى الفريق النادي البافاري في فترة الانتقالات الشتوية ليحل المكان للحارس المصاب مانويل نوير. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة نادي بايرن رأت في بونو أحسن بديل لنوير اعتمادا على مستواه مع نادي إشبيليا. وأكد تألقه الكبير مع المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022 وخصوصا تألقه اللافت في ركلات ترجيح أمام المنتخب الإسباني. وبحسب المصادر نفسها فقد فضل ياسين بونو البقاء مع ناديه إشبيليا لمساعدته على الإلفات من مخاطب الهبوط للدرجة الثانية رفضا التوقيع في كشوفات نادي بايرن ميونخ الألماني خلال ميركاتو الشتوي الماضي. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف يوم أمس الخميس عن تحديد موعد الإعلان عن مستضيف نهائيات كأس إفريقيا 2025، حيث أفاد البيان الصادر عن الاتحاد بأنه سيتم الإعلان عن الدولة المستضيفة لكأس إفريقيا للعامين 2025-2027 في شهر سبتمبر المقبل. وأكد البيان أن اللجنة التنفيذية التابعة للتطورات الإيجابية التي تشاهد الدوري السوبر الإفريقي والذي سينطلق في الوقت اللاحق من هذا العام. وعقد هذا الاجتماع في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مصر، جاء ذلك على هامش آخر اجتماع عقده الاتحاد الإفريقي بمقر الذي يوقعه في مصر. وكان الجنوب الإفريقي باتريس موسيسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قال إن الموافقة للجنة التنفيذ بالإجماع على طلب المغرب يعني أن عرض الأسود هو أمر يخص قارة السمراء. كشفت التقارير الصحفية الفرنسية أن مهاجم موناكو الفرنسي إلياس بن صغير يرغب في المشاركة مع المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في نهائيات إفريقيا الأقل من 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. وفق التقارير فإن ابن صغير ذوي الأصول المغربية ينتظر المنادات عليه للانضمام للمنتخب المغربي الأولمبي في الفترة المقبلة، وذلك بالرغم من لاعبي رفقة المنتخب الفرنسي الأقل من 19 سنة. وذكرت المصادر نفسها أن مندوبا عن الجامعة الملكية المغربي لكرة القدم يتواجد بفرنسا حيث يتابع تطورات بن صغير ذوي الإمكانيات المحترمة التي شأنها أن تقدم الإضافة للمنتخب الأولمبي. وتشتد المنافسة داخل المنتخب الأولمبي المغربي خصوصا مع إمكانيات انضمام لاعبين من المنتخب الأول لتدعيم صفوفه خلال كأس إفريقيا الأقل من 23 سنة التي سيستضيفها المغرب شهر يونيو المقبل. عبر مدرب فريق نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي ديفيد مويس عن عدم رضاه على الأداء الذي قدمه اللاعب الدولي المغربي نايف أكراد خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل والتي انتهت بخسارة ويستهام بنتيجة 5-1. وأكد مويس في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة أنه غير راضي عن الأداء الذي قدمه نايف أكراد، وأشار إلى أخطاء اللاعب في الهدف الثالث الذي سجله نيوكاسل والذي ألحق الضرر بالفريق ويستهام. وبحسب النقاد فإن عدم تركيز أكاد في بعض اللقطات وخاصة في الهدف الثالث كان وراء الخسارة التي تعرض لها ويستهام يونايتد.
وتصدر الإشارة إلى أن الفريق ويسهام يحتل المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق 27 نقطة فقط بفارق الأهداف عن برونمورت الذي يحتل المرتبة 18. كشفت المصادر المطلعة أن الحكم رضوان جيد دون في تقرير مباراة الديربي التي انتهت يوم الأربعاء الماضي متعادلة بهدفين لمثلهما ملاحظات سلبية تتعلق بالخصوص بسلوك اللاعب محمد بلكسوت الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة بعد صافرة النهاية بعد احتجاجه بشدة على التحكيم. وحرر الحكم رضوان جيد في تقرير المباراة أن بلكسوت قام بشتمه مباشرة بعد إطلاق الصافرة النهاية مستخدما عبارات بديئة، وهو ما من شأنه أن يعرض اللاعب لعقوبات إضافية. كما دون جيد أن المدرب التونسي منذر الكبير احتج بشكل متواصل ومبالغ فيه على بعض القرارات، منها الإعلان عن ضربة جزاء لصالح الوداد في آخر توالي المباراة إلى جانب المعد البدني للفريق الأخضر. كما أشار جيد في ورقة المباراة إلى طرد الحارس الاحتياطي للوداد طه مريد بسبب اشتباكه مع حمزة خابة بعد نهاية المباراة. ومن جهته أشار مراقب المباراة في تقريره إلى أن من منطقة 3 من المدرجات المركب محمد الخامس شهدت اقتلاع فئات من جمهور الرجاء للكراسي ورميها داخل الملعب، إلى جانب إلقاء بعض المقذوفات مما استدعى تدخل رجال الأمن لإخلاء المنطقة بسرعة. ويرتقب أن تجمع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية مطلع الأسبوع المقبل لإصدار قرارات متعلقة بمباراة الجولة 21 لمنافسات البطولة الاحترافية. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.